صوت واحد احنا ايش؟ اقوى صوت. ايوه vamos a matarnos. فوق اكس اكس اكس. What is this? Excuse me. ايش القوة هذه؟ فجرة يا ايوه فجرة. مساكم الله طيبين يا طويل العمر. طيبين. كيف دنياكم؟ تمام. اسمه تسامي. هذه معناتها طول العمر بالمكسيكية ايش معناتها؟ اسمعوني، انتم تسمعوني لما تسمعوني. واقول لكم يا جماعة الخير، ها؟ احنا أكبر عصابة في هذه المدينة، ولازم نسطو عليها، ها؟ ونثبت وجودنا هنا. كيف نثبت وجودنا؟ تحدى واحد فيكم يجاوب. واحد فيكم دلحين علمني كيف نثبت وجودنا. نقتل الحاكم. هذه ولا شيء، هذه من أبسط الأشياء اللي نقدر نسويها. ننتصر على كل العصابات. ايوه هذا هو الكلام، ننتصر على كل العصابات ونثبت وجودنا هنا عند المواطنين ان احنا ايش؟ اقوى عصابه. ها؟ واحنا اقوى عصابه. ايوه كلنا نفس واحد احنا ايش؟ اقوى عصابه. ايوه فاموس اما تارلوس. ما ادري والله نقتل مين يعني، بس لكن ان شاء الله هذه قريب باذن الله. ملا ملا يا طويل. ايوه الوضع زي ما انتم شايفين ركود. ها؟ يا ولدي معك سلاح يا ولدي. لا بالله. سود الله ودي. ليه؟ ليه ما معك سلاح؟ ها؟ قلت لك تو انت ما اعطيتني. عقب دقيقة هندركم يا أفراد العصابة بعطيه سلاحه. خذ راحتك. أنت تدري إن تدري إن واحد من أفراد العصابة إذا ما معه سلاح شو سوفي؟ أذبحه. وأنت المشكلة إنك ولدي. دقيقة أسمع يا جماعة الخير، خلنا نرجع ونزيد ونقول لكم ها لازم تكونون دائما حريصين. ها إمكم دائما إيش مصدر سيدة اليمين واليسار معي، لأن غلطة واحدة أيوة أنتم اللي بتروحون فيها مو بنا. حلو حنا وراكم بنزين يا يبا. وش تقول؟ بنزين اعطيتني. ايوه طلع البنزين ورينا الجوكر شوف. ومو عاجبك؟ ها؟ عاجبني. اي غصبا عنك مو على كيفك. واقول لكم ايوه خلوا ايمكم دايم سيده بارك الله فيكم. ها؟ تبشر. تعلموا من هذا الرجال، تعلموا منه، هذا اكبر ايام. حتى من قوته ما عاد صار يمشي بسلاح، صار يمشي بيده، ما غير يمسك الناس ويبقسهم. كلارو ولا ما هو كلارو؟ كلارو يقول يا يبا سمعنا في ان في عصابات. يقول لها ميغوس نعلن الحرب معهم واحنا في كبر المهجوره بانتظارهم. يا شباب علي. بدري عليهم. جاهزين ولا مو بجاهزين يا شباب؟ احنا جاهزين بظهرك اف عليك. فاموس اما تارلوس. نقتلهم ونكدهم كد، نذبحهم ولا احد فيهم يبقى. كلارو ولا ما هو كلارو؟ كلارو. ايوه كلارو. مشينا ولا ما مشينا؟ مشينا. ساموس لابود يا ماسفورتي. ها؟ شدي حيلكم بارك الله فيكم. طويل العمر. ايوه. وش رايك اذبح بسكينتي؟ ايوه ايوه اضيع الطلقات. ايوه امك في السكين ما شاء الله تبارك الرحمن سيده مسطره. يلا يا شباب مشينا مشينا بارك الله فيكم. تجهزوا. يلا يا عيال تجهزوا يا شباب. جاهزين جاهزين. يلا حركوا. اسرع اسرع يا ولد اسرع. حط رجلك حط رجلك بارك الله فيك. من قوه وقف هنا يا شباب وقفوا. لازم اعطيكم الخطه يا جماعه الخير، اسمعوني زين. احنا بالحين بنلقاهم قدام عند الكوبري. حلو. اول ما نوقف نعرض السيارات عشان ايش؟ نقفل الطريق بحيث ان ناخذ راحتنا واحنا نطلق معي، عشان السيارات ايش تصير درع لنا عشان ما نموت بارك الله فيكم. ها يلا يلا يا شباب يلا امشوا بارك الله فيكم. شايف كيف يا ولد؟ تعلم تعلم. ها كفو كفو. هم فوق 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 اكس اكس اكس. قفل طريق قفل طريق. انزل 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 يا نكبة. ايه
لين ما هو ضابط يا جماعة الخير. ايوه مات مات مات، واحد مات هنا، واحد مات هنا. تبغى نذبحكم؟ لا اذبحكم دقيقة. تركيز شباب تركيز. فقعوا كفرات، فقعوا كفرات حقتنا. تبي فشق يا يبا؟ مالك مالك، عندي 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 اللي تكفيني، بس خليك مركز ها؟ بس مالك. تعلم يا ولد تعلم. وهذا واحد سيارة، واحد ورا سيارة. دقيقتين. مات مات عندي مات. كفو يا ولد كفو، ايوه تعلم. من هذا من هذا؟ عصابتنا ما عاد بقى فيهم واحد. كفو والله سالم. كفو بيض الله وجيكم كفو. هذا الكلام بالشكينتي. هذا الكلام ايوه بعيونك يا طويل العمر. كفو بيض الله وجهك بالشكينه. كفو بيض الله وجهك. ايوه هذا الكلام. ها بشروا يا شباب. ايوه هذا المطلوب. خلاص خلصنا الاصابه كلهم، خلصنا عليهم كل ابوهم. عاش عاش. كفو 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 الله يعطيكم العافيه. والله كفو والله كفو. المشكله يا اخي ايوه كلمونا وقت كنا احنا نتناقش فيه وكنا شويه مشغولين ضيع وقتنا. يلا نرجع نكمل نقاشنا. يلا نرجع يلا. يبا بروح افطر مع واحد من الشباب. تبي تروح تفطر معاه المغرب ها؟ انت هارب لك شيء ضارب لك شيء؟ لا لا عادي ما مني ما منو هذا اللي تبي تطلع معه؟ وش اسمه ها؟ وش اسمه؟ هذا خوي خوي هذا. شو اسمه شو اسمه؟ محمد. ايوه ها انت بعد نفسك بارك الله فيك ها؟ انت بعد نفسك. يلا مشينا بسم الله على بركة الله. ارجع ارجع المقر بارك الله فيك. تبشر تبشر. الله يهديهم ذا العصابة وقتهم غلط يبغون يتحدونا في هذا الوقت. انا كم مرة قلت لهم يا جماعة الخير تعودوا من ابليس، ما في احد، ما في منافس لنا، بس باقي مصرين في كلامهم. يا طويل العمر هذه مشكلة. فقرات فقرات ما عليك منهم. يا طويل العمر. ايوه. ودك ادق على ولدنا نشوفه، ولدك نشوفه. لا لا تو مشى بدري تو الناس. تعالوا تعالوا. بس انا خوفي لنظر عليه يا طويل العمر، انت تعرف سمعتنا واصله. هو ولدك معروف يعني. هو صراحه اول مره يقول لي بطلع مع واحد من اخوياي، عشان كذا ما ادري والله. انا كان بيقول يعني بدي انك ما تخليه يطلع مثل ما تشوف انه يعني والله مجرمين في الدوله هذه الايام و يعني هربنا من مصر يعني. دق 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 عليه بلا دق عليه. شوف يرد على جواله قول له وينك. اني ادق عليه جواله مقفل، اعطيته دقه. اما جواله مقفل. جواله مقفل مهم العوايد يقفل جواله. وش فيه مقفل جوال؟ الله ياخذ عقله. وي ار جانموس ان ذا فايت، وي ار ذبحناهم ذبح كدناهم كد هذول العصابه. هذو يا اخي ودي اصور فيديو وانشره عند المدينه عشان يشوفوني وانا اذبحه. خليهم عبره. اسوي كذا ولا اسوي حركات؟ عصابتنا كلها بخير، عصابتنا كلها بخير يا رب لك الحمد. بس ولدي ولدي ما عاد رد على الجوال الله يهدي. قادر ارسل له في الواتساب؟ دق عليه في الواتساب، دق عليه في كل مكان. انا راسل في الواتساب معطيني صاحب واحد. ارسل ارسل اعلان مقفل مقفل النت حق الظاهر. كم مره قلت لك ذكرني اشحن لك جوالك؟ ما الله يهدي الله يهدي. ما هي من عوايده يا طويل العمر. اي والله اليوم شحن شحن جواله فل يعني. انا ما ادري ايش اللي خلاه يطلع مع اخويا في هذا، وانا وش خلاني اسمح له اصلا؟ يا ربي يا كريم يا الله يكرم. يا رب مبسوط بالانتصار ان شاء الله انها عايش. ادعوا له ان شاء الله انها عايش. ما تعرضوا له. معليش معليش. متاكدين ان احنا مسحناهم كلهم ما بقى فيهم احد ولا احد؟ متاكدين متأكدين؟ وليه يا اخي طيب وليه؟ انا ايش خوفي يا طويل العمر؟ ايوه تدري ايش خوفي؟ يعني انت معروف في المدينه. انت معروف في المدينه. تتوقع انه راح المدينه الغبي؟ انا خوفي يعني يروح المدينه يقول لي بيفطر في المغرب. الله ياخذ عقله. ضارب له شيء الولد الله يهديه. الله ياخذ عقله. شكرا من البضاعه الجديده. بالله شوف لي شوف لي ايش وضعه. يا ولد انا ما عاد ما ارتحت من يوم قلت لي انه ما عاد رد بجواله، ما عاد ارتحت. انا وش اسوي ذا الحين؟ علموني وش اسوي؟ وش اسوي؟ علموني. اعصابك هدى اعصابك هدى. بذبح اي واحد فيكم، واحد قدامي ذا الحين بفرغ طاقتي. يا الله كريم يا الله كريم. ان شاء الله انها بخير ان شاء الله. ادعوا ادعوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. صلي على النبي وسعدي بالله يا رئيسنا ان شاء الله راجع يا رب. الله يسمع منك. اعلانك اعلانك على انتصار الاصابه. اعلانك اعلانك ها؟ اعلان اعلان انتصارنا على الاصابه. اي والله لازم اسوي ذا الحين اعلان انتصار عصابات. ايه ان احنا انتصرنا. ايه عاش الغالي عاش 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 الرئيس عاش 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 الرئيس كلارو. تم الانتصار على عصابة مجهولة على الخط العمل يد العصابة المكسيكان. الله حيو الله حيو. يا الله كريم الولد ذا اختفى اختفى. شفيك 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 لبس النظارة والطاقية. هد هد يا عشان اشوف زي الناس، لاني انا بدون النظارة ما اشوف زي الناس.
هد يا ابن حلال وش هد، قل لي وش صار لك، وش في هد يا اخي وش صار؟ تخيل ان عندك ولد، تخيل ان عندك ولد يختفي فجاه، وش بتسوي؟ ايش بتسوي ابن الحلال؟ بنلقاه هد بس انت. واذا ما لقينا مكانه نبي نعرف مكانه. ما عليك، انا حاط ايدي في كل مكان، شارب، اسمع، جوعان، شبعان، ما عليك، انا حاط ايدي في كل مكان وان شاء الله. يا طول العمر سم، انت ايش جابك هنا؟ انا دقيت على ابو لمبه ودك، ايوه، وسمعت عنده صوت اطلاق نار، لكن الامانه ما رد عليك يعني؟ ما رد علي، لكن على طول سمعت صوت اطلاق نار. لا حول الله، كيف اطلاق نار؟ ليكون ذبحوه، ليكون ذبحوه يا عيال. لا 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 ما انا انا ربط ابط عند الدفاع. هد هد هد، لا لا لا، هد 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 هد، ما بدي الحيله. وش اسوي؟ تخيل انت جاي تعطيني بشاره الحين، تبغاني اكدك هنا، تبغاني اذبح؟ لا 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 هد، لا 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 لا، هذه بشاره. لا لا دقيقه دقيقه، ايش يقول؟ يسوي طول العمر انا بعلمك. صعب اني اسكت. هد هد، لو هو بيموت كان اصلا مو عايش الحين ودق، عرفت؟ ايوه، هم بيذبحونه، لكن دامهم ما ذبحوه الى الان فهم ما يبغون يذبحونه، يبغون حاجه منه، يبغون يستفيدون منه، يبغون يبتزونك مثلا. لا لا، خلينا نشوف منهم الاشخاص. ثواني، يوم داهمنا العصابه، تخبر يوم داهمنا العصابه؟ اي نعم. والمشكله اللي صارت طلقنا عشان كذا يظهر. يا الله يستر، الله يستر، الله يستر. انا ما ادري ايش اللي خلاني اطلعه. يا طويل العمر عليك ان شاء الله. ايوه ايوه، وش؟ اقرا الاعلان. اعلان وش؟ اعلان ايش؟ جاء اعلان الداخليه. اسالك بالله، الله يستر. القبض عليه يا طويل العمر، قبضوا على ولدي. اي نعم، الله ياخذ عقله. للاسف يا طويل العمر. دقيقه، انا وش اسوي؟ بيحكمون عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، بفضل الله وعونه تم القبض على ابن الرئيس العصابه المعروفه اوميغوس، واستم توجيه للمحكمه القضائيه والحكم له. يبغوننا كلنا رئيس مؤسس العصابه. يا جماعه خير، جهزوا لي الحين دبابات، ها، وسيارات حربيه مجهزه بكامل الاسلحه الناريه. هب سرعه افلح، بارك الله فيك. على خشمي تبشر، تبشر طيب. ولا اعتبر نفسك مقتول اذا ما جبت السيارات خلال خمس دقائق. علي الحرم انطلعه. هيا الله انقز، بارك الله فيك، وجهز كل السيارات. يا القهر. هد هد، بالله وش رايك؟ اهم شيء، اهم شيء الحمد لله ان عرفنا وين مكانه ومن اللي معه. طيب ايش نسوي دحين؟ ندهم المركز؟ انا اقول لك، انا اقول لك ايش نسوي. عندنا اسلحه، عندنا رجال، عندنا دبابات، ما يمدينا على قسم اللي موجود فيه. نغزو المدينه كلها؟ نغزي القسم، واذا غزينا القسم هذا يمدينا نطلع ولدك. تمام تمام. يبونها طناخه ولا بادب كيفهم، لكن عندنا الحين خلاص هم حطوه يعني، وجابوا حدنا، ما لنا الا نخش عليهم دبابات. ايوه، ما لنا الا كذا نخش عليهم ونرشهم رش، كل ابوهم، كل ابوهم، حتى نسويها كذا. نتقسم قسمين، ناس من الباب الخلفي وناس من الباب الامامي، عرفت كيف؟ بالضبط بالضبط، هذا اللي بيصير. يا الله كريم، يا الله كريم، ان العمليه تنجح. هد انت هد، ان شاء الله انها ناجحه. انا بشوف اي نعم، انا الحين عندي ناس ايادي في القسم، ابغى اشوف كم عدد الرجال الامن الموجوده، ويحاولنا يفضون القسم اللي متعاونين معنا طول العمر عشان نقدر نطلع الولد بدون ما يصير له شيء. حلو حلو، هذا المطلوب. هلا سمي يا الخاندرو، تم تجهيز الدبابات من السلامه، طلعتها من المواقف كانت عندنا حقت الدبابات، وكلها معبيه بالبنزين، كلها معبيه بالبنزين ومعبي طلقاتها وكل شيء، وانتم كلكم مسلحين. كل هيا يلا نفلح، وش ننتظر؟ وش ننتظر يا الخاندرو؟ انت ونحر، يلا بسم الله. مثل ما تشوف الحين، تطلع بتشوف الشباب متجهزين، أتم الاستعداد. What is this? Excuse me. إيش القوة هذه؟ هذا الشباب متجهزين. هلا بالشباب، هلا بالعيال، جاهزين يا شباب؟ قدامنا أكبر عملية، ها، قدامنا أكبر عملية، ألا وهي مداهمة مركز الشرطة. المرجو من الجميع أخذ الحيطة، أيوة، المرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر وضبط عليهم، ها، بارك الله فيكم. أجهلك عليك. مرة أزل يعني. عندنا. أي واحد يموت يعتبر نفسه ميت مرتين. يا طويل العمر، ولا قطع ولدك. ولا قطع ولدك، الشباب اللي قدامك الحين هذول يتم الاستعداد وفادين أعمارهم لك. أهمكم سيدة ولا يمين ويسار؟ سيدة. سيدة يا طويل. معالي الله، أطلقوا على اللمبة هذه اللي فوق الكراج، وروني أشوف أهمكم. وينها؟ اللمبة اللي فوق الكراج. الله ياخذ عيونكم يا حوليين. قلت لكم اللمبة، ما قلت لكم الكراج. أكف الرجال موجودة عندنا في الأصابع. إعلان. أنا راسل شباب بعد يروحون يتأكدون من الأمر في المدينة، يدورون على الولد، أثري من السجون. مسجون، وصلتني معلومات، مسجون الولد والقسم، وتحدد موقعه. هيا الله ادعس، ترى السيارة هذه فيها تقنية، ألا وهي تيربو،
دق زر تيربو بارك الله فيك. ايوه سمعني تيربو قاعد ادقه. ابشر هذا. ايوه شوف الاعلان، الان سوف يتم مداهمه مركز الشرطه وطرد بنحرر الولد ابو لمبا عصابه اميغوس. هذه كلارو ايش معناتها اهل المكسيكي؟ كلارو كلارو يعني مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ عز الله يعزكم، عز الله يعزكم، هذه لعيونكم. عز الله يعزك يا طويل العمر. اي شخص جابونه ها فجروه واطرقوا عليه لين ما يموت. الآن دخلنا المدينة يا طويل العمر، ها حاول تكون حذر. هذا اللي قاعد ماسك سلاح شكله متمكن، ذكرني أنا حر أزيد راتبه. أبشر أبشر يا طويل العمر. أبو بيض الله وجهك، الله يبشرك الجنة. وقف وقف بالله، خلنا نعطيهم تعليمات. هذا يا شباب، يا شباب اسمعوا الإذن. السيارة السيارة اللي على يسارنا تداهم من الباب الأمامي، احنا وياهم والباقين من الباب الخلفي معاي. واحنا بنحرك من ورا. خليكم وراي، خليكم وراي، نبي نعلمهم بس عصابة اميغوس منها. يا مواطن يا مواطن خلينا نفجرها. وقف يلا دعس تهويش يا بس. يا عسكري ورا خلطوا، العسكري ورا خلطوا يا شباب، العسكري ورا. يا شباب فوق ال فوق السطح، فوق السطح، فوق السطح، فوق السطح، فوق السطح. في ناس ارجع ورا، ارجع ورا شوي، ارجع 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 بعد بعد حط حط نجاة، ارجع ارجع ارجع. اميغوس ها اميغوس زهيد صار شباب ما شاء الله عليهم. شوف 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 ايه مو قوي شوف. جميع المواطنين يحركون من هنا. هجلهم. جميع المخدرات. هوا عاش عاش. دعمنا دعمنا. اميغوس زهير. الباب الخلفي، الباب الخلفي. جاهزين يا رائين رشاش، خلكم جاهزين لاي لحظه. حلو نقول لكم نعطيكم الامر تطلقون اطلقوا. زين انا جتني فكره براسي، تمام جتني فكره براسي، انا بستلم هنا زين فوق الباب، بستلم فوق الباب يا شباب. نحر خلك هنا حلو في الزاويه دي، اذا صار في اي تبادل اطلاق نار خلك جاهز. زين يا رب. المهم يبا في عسكري هنا، في عسكري. كيف حالك يا عسكري؟ طحت بالفخ بارك الله فيك، طحت بالفخ. كيف لا حالك؟ لا اله الا الله. الا ما قلت لي كيف حال ولدي؟ طيب ماكل شارب جوعان؟ ايه بكساب كل شيء ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظه ويحفظك. الله يسلمك. ليش كلبشتوني؟ شو السالفه؟ لا بس عندنا كذا نمشيك شويه. يا شباب لا اله الا الله. كل الاسلحه اللي بالسيارات على راس هذا العسكري، اذا صار في اي تبادل اطلاق نار فجروا راسه بارك الله فيكم، بس بحذر. سامعكم تبغون مساء؟ انا شرطي، انا مو شرطي، مو شرطي، مو شرطي، مو شرطي، انا مو شرطي والله مو شرطي. اربع يدك، يدك فوق، يدك فوق، واحد اثنين ثلاثة. لا سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم. ليش رد؟ ليش رد؟ ليه ما ذبحتوا؟ ليه ما لحقتوا عليه ها؟ ساموس لاباندية فورتي، تدري ايش معناته يا حضرة الجندي ولا ما تدري؟ وش ذي؟ هذه معناته ان احنا اقوى عصابة لكن بالمكسيكي. سلو نظارك، نزل سلاح. لا 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 يا حضرة الوزير، العسكري حقكم عندنا ترى، وانتبهوا نفسكم. نزل سلاح بارك الله فيكم، احنا نزلنا سلاح. يا وجه رشاشاتكم عليه. نزلنا سلاح بارك الله، ويوجه سلاح. العسكري حقكم هذا عندنا، وجه السلاح يا. كيف انخطف؟ وش السالفة؟ وليه خاطفينا؟ يا رعي الرشاشات، وجهوا اسلحتكم كلها على الشرطة. الرشاشات كل الاسلحة على راس المجرم هذا العسكري. ليش؟ وش سوالك العسكري ذا؟ انتم قد الاعلان اللي سويتوه؟ نعم ما لنا الا احنا قد يا واحنا قد الخطفه اللي صارت للعسكري،
فاحنا جيناكم من باب ان فكوا خوينا نفك خويكم. نزل سحركم يا شباب. طيب كلنا بننزلها ان شاء الله والامور طيبه. الامور تجيب الهداوة. وش المطلوب منا؟ طيب المطلوب يا طول العمر تفكون ولدنا، ولدنا ابو لمبه تفكونا. خلاص طيب اسمع، قل لا اله الا الله. لا اله الا الله حق. نبي نقفل الموضوع ونبي ما نبي نخسر ارواح من عندنا ومن عندكم. نبي نعطيكم ولدكم، اعطونا على العسكري. وش قلت؟ هذا الشيء خالصين منه. وساموس لاندية ساس فورتي معناتها بالمكسيكي ان احنا قوى اصابة. فهذا يعني كذا يعني انتبهوا بس بارك الله فيكم ولا تعيدونها مرة ثانية. احنا ما اذينا ما اذيناكم ولا شيء، لكن انتم خطفتوا ولد سجنتوا ولدنا. هذا المقصد. احنا سجناه لين ولدك، انت عارف ايش مسوي ولدك صح ولا لا؟ ايوه ولدي اصغر مجرم يعني. خلاص بنعطيكم اياه واعطونا اللي عندنا. ممتاز اللي عندك انت والوجه من الوجه ابيض، لا شفتونا شباب. ولا شفناكم. ابو داحم روح جيب لي اللي تحت. ايوه الولد يجي، ها الولد ولدنا يجي وعسكريكم روح. انتم فكوا عسكريكم واحنا نفك ولدنا. ها انتم تفكون ولدكم. دقيقة، دقيقة انا يبدو لي اني بضرب اخويكم هذا الجندي. ايوه لا 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 نزل سلاحك. لا تضرب العسكري ولدك عملناه باطلق معاملة. وانت تضرب العسكري وانا ذا الحين بعطي عسكريكم اكل وبعمل اطلق معاملة. كيف حالك يا ولدي؟ ولدي فك اللصقة، فك اللصقة، فك اللصقة. احنا ما لصقنا عسكريكم، ادخلون اللصقة. تعال لا تحرك. بس على سؤالين اذا جاوب طيب بصراحة. لا تحرك يا ولدي. ضربوك؟ اي والله تيزروني بعد. حتى احنا ضربنا الجندي حقهم، اكلوك؟ واحدة بوحدة. لا طيب اسمعوا، ذا الحين كانكم تبون ننهي الموضوع خلوا ولدنا يجي، في اللحظة اللي ولدنا يجي عسكريكم روح. خلاص نحطهم في النص ويلا. لا يلا ولدنا تعال والعسكر روح. تعال يا ولد تعال. ايوه هيا ولد يلا مشينا. في لحظه ناخذ اقلك في لحظه بعدين اذكرني اضربك من بقايل. مشينا. لا حنا قد يعطيهم السلامه. اركب السياره، اركب السياره، اركب السياره بسرعه. لا تطلق، لا تطلق. اطلق بدل طلق نار، اطلق. اطق على المركز، اطق على جميع الناس اللي تشوفهم. ها فجر سيارة تسعف بارك الله فيك. سيارة تسعف هذه ايوه فجرها، ما يعجبني انها يا جماعة الخير. احنا تدرون احنا وش ولا ما تدرون؟ احنا ساموس لاباندية ماسفورتي معناتها بالمكسيك احنا اقوى عصابة هنا. ها اكيد كفو بيض الله وجهكم. يطلع يعني يطلع ايوه.